شيخنا كنا سمعنا أنه من هؤلاء النساء الموجودات في بعض الجامعات أو المدارس أو الكليات أو بعض النساء المحاضرات عند يعني عندما يلقون المحاضرة أو الدرس أو يقرؤون حتى القرآن في السماعة خصوصا عند الصباح، سمعنا أن هؤلاء النساء لن يستمتع أزواجهم أبدا في هؤلاء النساء لأنهم مترجلات، فنريد منك يعني توضيح حول هذا السؤال. الأصل في هذه المسألة هو سوء التربية، ومن أسباب سوء التربية فساد المجتمع وفساد المناهج التي يقام على أساسها تدريس الرجال والنساء أو الشبان والشابات، ذلك لأن الطالبات في المدارس أنا على مثل اليقين أنهن لا يسمعن مثل قوله عليه السلام: لعن الله الرجولة من النساء، وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في اعتقادي أن الطالبات التي يتخرجن من المدارس الثانوية أو مما فوقها لم يطرق سمعهن مثل هذا الحديث أو ذاك الحديث الأول، ولئن طرق شيء منهما مسامعهن يوما ما فذلك مما يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى، لأن المناهج التي تدرس أو تلقى الدروس على أساسها لا تسمح للمدرسة حتى ولو كانت متدينة أن تتوسع في مثل هذا الموضوع. ومعلوم في الشرع وعند أهل العلم به أن الأصل في الرجل أن يخرج من داره ليعمل لصالح أهله وذويه، وعلى العكس من ذلك فالأصل بالمرأة أن تظل في بيتها وأن لا تخرج عنه عاملا بقول ربها تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلما صارت المرأة كالرجل تخرج صباحا وتعود مساء صارت في ذلك متشبهة بالرجل من حيث تدري أو لا تدري، من حيث تشعر أو لا تشعر. ولذلك فنحن لم نعد في هذه الأزمنة المتأخرة نرى الفتاة العذراء التي تخجل أن
يقع بصرها على رجل، بل هي من شدة حيائها ترمي ببصرها إلى الأرض لترى خطواتها وهي تمشي. لم نعد نرى هذه الفتاة التي كان أمثالها معروفا حتى في عهد الجاهلية فضلا عن عهد الإسلام الأول الأنور الأطهر. من أجل ذلك جاء في الصحيح في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أشد حياء من البكر في خدرها، هذه البكر التي شبه سيد البشر عليه الصلاة والسلام في حيائه بها لم نعد نسمع بها في زمننا هذا، ذلك لأنه غلب على النساء التشبه بالرجال. ولا شك أن لهذا أسبابا كثيرة، من أهمها ابتداء سيطرة الحكام الكفار على كثير من الأسامية فنشروا فيها عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وأخلاقهم المنحرفة عن الفطرة السليمة، فورثها جيل من الناس وتلقاها أساتذة موجهون زعموا وأساتذات، ونشر هؤلاء جميعا بين هذا الجيل الناشئ من فتيان وفتيات ما يسمونه بالمساواة بين النساء والرجال، فكان هذا من أسباب انتشار قلة الحياء في النساء الذي جعل الكثيرات منهن مترجلات. وبما لا شك فيه أن ترجل المرأة يجعلها تعتد بشخصيتها أمام زوجها، وقد تعلو عليه بصوتها وربما تذله أمام بعض أقاربه وأقاربها استعلاء منها على زوجها. أين هذا مما جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجال بالنساء، وعلل ذلك بقوله عليه السلام بعلة تنافي تماما هذه التربية التي نراها في العصر الحاضر، ألا وهو قوله عليه السلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستيصاء بالنساء خيرا في هذا الحديث علل ذلك عليه السلام بقوله فإنهن عوان عندكم، أي إنهن كالأسارى، الأسير لا يستطيع أن يعمل شيئا مع سيده، كذلك المرأة المسلمة المتخلقة بأخلاق الإسلام الصحيحة هي أمام زوجها كالأسير. ولذلك خشي عليه السلام على الرجال أن يستغلوا هذا الوصف اللائق بالنساء فيستعلون عليهن ويتجبرون عليهن ويظلمونهن، ولذلك أمر بالاستيصاء بالنساء خيرا
وعلل بهذه العلة وهي قول عليه السلام فإنهن عوان عندكم. أصبحت النساء اليوم لسن بحاجة إلى توصية الرجال بهن، بل انقلبت الآية فأصبحت النساء بحاجة إلى أن يوصينا بالرجال خيرا، لأنهن أصبحن مستقلات في أعمالهن في تصرفاتهن. وكثيرا ما نسمع عن بعضهن أنه ما في فرق بيني وبين زوجي، فهو زوج وأنا زوجة، وهو شريك وأنا شريك معه في الحياة. فعلى المسلمات المتمسكات بدينهن إذا كنا قد ابتلينا بشيء من مخالطة لهذا المجتمع أن يحاولن أن ينجون بأنفسهن من أن تتأثرن بشيء من هذا الانجراف الذي وقعت فيه كثيرات من النساء بسبب ما ذكرناه من فساد التربية وفساد المجتمع. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، والسلام عليكم. الله يجزيك خير. عليكم.